يعني تجددت في ساعات الفجر الأولى عدة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من مدينة رفح، وكانت آخر هذه الغارات هي قيام الطائرات الحربية الإسرائيلية باستهداف منزل لعائلة الخواجة في منطقة الشابورة وسط مدينة رفح، وأسفرت الغارة عن وقوع عدد من الإصابات في صفوف المواطنين في جراء استهداف هذا المنزل. ولا زالت سيارات الإسعاف تصل إلى مستشفى الكويت التخصصي، وهي تجلي عدد من المصابين من منزل لعائلة الخواجة في منطقة الشابورة. هذه الغارة وقعت قبل دقائق من الآن، وهذه الغارة الثالثة خلال ساعتين في مدينة رفح، وسبقت هذه الغارة قيام الطائرات أيضا الحربية الإسرائيلية باستهداف منزل لعائلة أبو طه في منطقة الجوازات في المنطقة الشرقية من مدينة رفح، وأسفرت عن استشهاد طفلين في هذا المنزل. أيضا سبق هذا المنزل قيام الطائرات أيضا الحربية باستهداف منزل لعائلة الخطيب. نعم. في طيب. منطقة أيمن الشهيدان في الغارة الإسرائيلية على منزل العائلة أبو طه هم أطفال؟ نعم، طفلة وطفل وفق المعلومات الواردة من مستشفى أبو يوسف النجار. وأيضا كانت هناك غارة باستهداف منزل لعائلة الخطيب، والتي أدت إلى استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 10 آخرين في استهداف منزل لعائلة الخطيب في حي الجنينة شرق مدينة رفح. وبالتالي هذه الغارات الثلاثة والتي استهدفت 3 منازل مأهولة بالسكان أسفرت حتى الآن عن استشهاد 5 مواطنين وإصابة العشرات بجراح مختلفة، وأن العدد مرشح للزيادة لأن هذه الغارات استهدفت منازل مأهولة بالسكان ساعات الأولى. الناس يعني في ساعة مبكرة من فجر هذا اليوم تكون قد غارت على هذه المنازل الثلاثة وأوقعت حتى الآن 5 شهداء، والعشرات من الإصابات وصفت جراح العديد من هذه الإصابات بالخطيرة، وتم تحويلها إلى مستشفى أبو يوسف النجار في محاولة لإنقاذ حياة الجرحى. نعم. طيب. الجميع حتى نذكر ما جرى أيمن إذا سمحت لي، والمستهلكات الطبية. حتى نذكر ما جرى في الساعات القليلة الماضية في محافظة رفح، إذن 3 شهداء وجرحى بغارة إسرائيلية على منزل بحي الجنينة شرقي رفح، بالإضافة إلى شهيدين طفل وطفلة بحسب مراسل الغد لمنزل يعود لعائلة أبو طه يقع في شرق مدينة رفح، بالإضافة إلى وقوع العديد من الإصابات وصلت إلى مستشفى الكويت التخصصي، بالإضافة إلى نقل الحالات الخطيرة من هذه الإصابات إلى مستشفى أبو يوسف النجار. من خلال هذه الصور المباشرة التي نراها الآن، ما زال هنالك أو ما زالت عربات الإسعاف وسيارات الإسعاف تنقل الجرحى جراء هذا العدوان الإسرائيلي الجديد على محافظة رفح. إليك أيمن، تفضل. نعم صلاح، يعني استمرار الغارات الإسرائيلية يدخل يعني مشافي مدينة رفح في أزمة جديدة لعدم تحمل هذه المشافي الضغط الكبير عليها جراء استمرار العدوان وأعداد كبيرة من الجرحى والمرضى الذين يعانون الويلات جراء نقص الأدوية والمستهلكات الطبية. العديد من الجرحى يفترشون الأرض داخل مجمع أبو يوسف النجار لعدم اتساعه لحجم المرضى والجرحى. مجمع أو مستشفى أبو يوسف النجار هو المستشفى الحكومي الوحيد في مدينة رفح، وهذا المستشفى يتسع فقط لعشرات الأسرة، وبالتالي استمرار العدوان يؤثر على القطاع الصحي المنهك أصلا جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على محافظات
قطاع غزة منذ 7 أشهر، وبالتالي الأوضاع في القطاع الصحي كارثية وصعبة جدا في ظل هذا التكدس الكبير للمرضى والجرحى داخل مستشفى أبو يوسف النجار، علما بأن هناك تم تسجيل أكثر من 1,000,000 إصابة بأمراض معدية في مدينة رفح، وأيضا جراء هذا التكدس النازحين في المناطق المختلفة في هذه المدينة المكتظة بالمليون ونصف المليون نازح ونازحة، فأمراض وأوبئة منتشرة داخل مراكز الإيواء في محافظة رفح، وبالتالي الأوضاع تتصاعد في ظل استمرار التهديدات الإسرائيلية باجتياح والقيام بعملية عسكرية واسعة في مدينة رفح. لكن حتى الآن ما يجري في هذه المدينة هي عمليات انتقائية لبعض المنازل وأيضا بعض المناطق المفتوحة والأراضي الزراعية المختلفة في هذه المدينة، ولربما ما يعيق يعني القيام بهذه العملية هو عملية إجلاء 1,500,000 نازح ونازحة، في ظل الحديث بأنه لا يوجد أي مكان يتسع لهذا الحجم الكبير من النازحين في جنوب قطاع غزة سوى العودة إلى منازلهم في مدينة غزة وإلى شمالها. ما تزال سيارات الإسعاف تهرع إلى منزل عائلة الخواجة من أجل انتشال جثامين للشهداء وأيضا المصاب من المنزل الذي هو يبدو بالمأهول بالسكان وأيضا محيط بمنازل متراصة، ما أوقع هذا العدد الكبير من الإصابات. وفق المعلومات هناك أكثر من 10 إصابات في هذا المنزل، وصفت جراح العديد منها ما بين المتوسطة والخطيرة. الآن تم إبلاغي بوصول 5 شهداء وعدد من الإصابات إلى مستشفى الكويت التخصصي جراء استهداف الجيش الإسرائيلي لمنزل عائلة الخواجة. إذن 5 شهداء وعشرات الإصابات جراء في غارة إسرائيلية استهدفت منزل لعائلة الخواجة في وسط مدينة رفح، وبذلك تكون ارتفعت حصيلة الشهداء جراء استمرار الغارات الإسرائيلية على مدينة رفح إلى 10 شهداء بينهم أطفال ونساء وأيضا كبار في السن، وإصابة العشرات بجراح مختلفة جراء استمرار الغارات الإسرائيلية التي تستهدف منازل المدنيين في مدينة رفح. هذا ما وصل قبل قليل من أيضا إعلام المستشفى الكويت التخصصي بوصول 5 شهداء وإصابة عدد آخر من المواطنين إلى جراء استهداف منزل لعائلة الخواجة في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح. وبالتالي الطائرات الحربية الإسرائيلية والطائرات المسيرة وطائرات من نوع كواد كابتر تحلق على علو منخفض في سماء مدينة رفح، وهذه الطائرات تقوم برصد كل ما يجول على هذه الأرض، أيضا تعطي إشارات للطائرات الحربية الإسرائيلية باستهداف الأماكن التي تود الإغارة عليها. أيضا بإمكان هذه الطائرات المسيرة أو الطائرات من نوع كواد كابتر أيضا أن تقوم بعمليات اغتيال للنشطاء الفلسطينيين في مدينة رفح أو في مناطق أخرى من محافظات القطاع. هنا لا يزال توافد المواطنين إلى مستشفى الكويت التخصصي من أجل التعرف على جثامين الشهداء أو التعرف على أو الاطمئنان على المصابين جراء استمرار القصف الإسرائيلي المستمر على مدينة رفح. هذه المدينة المهددة بالاجتياح من قبل الجيش الإسرائيلي، وهنا الأوضاع تزداد خطورة وتتصاعد في ظل استمرار التهديدات الإسرائيلية بالقيام بعملية عسكرية واسعة في هذه المدينة. طيب، حتى نذكر بالتطورات الميدانية الأخيرة في محافظة رفح أو في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، استشهد 3 فلسطينيين كما أصيب آخرون في غارة
للاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. هذا وكان قد أشار مراسل الغد بأن الغارة استهدفت منزلا لعائلة الخطيب في حي الجنينة شرقي رفح، ما أدى إلى تدميره بالكامل، فيما ارتقى شهيدان جراء غارة أخرى استهدفت أيضا منزلا لعائلة أبو طه في منطقة الجوازات شرقي المدينة أيضا. أما في وسط رفح فقد شن الاحتلال الإسرائيلي غارة على منزل لعائلة الخواجة في حي الشابورة، ما أدى إلى استشهاد 5 فلسطينيين بحسب ما أفاد به مراسل الغد، وإصابة أيضا العشرات. هذا مجمل ما جرى في الساعات القليلة الماضية من قصف إسرائيلي على محافظة رفح، كما نشاهد وإياكم هذه الصور المباشرة التي تأتينا من مستشفى الكويت التخصصي، الذي شهدنا منذ قليل استقباله لعدد من الشهداء بالإضافة إلى عدد من الجرحى جراء التصعيد الإسرائيلي الأخير على محافظة رفح. أيمن، إن كنت تسمعني إليك. نعم صلاح، الآن ارتفعت حصيلة الشهداء جراء استهداف منزل لعائلة أبو طه إلى 4 شهداء وتم نقلهم إلى مستشفى أبو يوسف النجار. من بين الشهداء هناك أطفال وأيضا نساء، وهناك إصابات خطيرة تم أيضا نقلها وأدخلت إلى غرف العمليات. الآن يتم نقل لربما إصابة على إحدى العربات وهي من منطقة الشابورة جراء الغارة الإسرائيلية على منزل لعائلة الخواجة في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح. إذن لا يزال توافد المواطنين إلى مستشفى الكويت التخصصي من أجل التعرف لربما على جثامين الشهداء، وأيضا للإطمئنان على صحة المصابين نتيجة هذه الغارة التي وقعت في ساعات الفجر الأولى. وتكون الناس في هذه الساعات يعني هم يرقدون أو يخلدون في النوم، لأن هذه الساعات هي الساعات الأولى من الفجر، وبالتالي الجيش الإسرائيلي لربما يتعمد في استهداف المنازل في ساعات الفجر الأولى من أجل إيقاع عدد كبير من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، وأيضا وغالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن. وهذا ما يتحدث به المراقبين بتعمد استهداف المنازل في ساعات الليل وفي ساعات الفجر الأولى. هذا ما نلاحظه من قيام الطائرات الحربية الإسرائيلية بالقيام بالإغارة على المنازل في ساعات المساء وفي ساعات الفجر الأولى، ما توقع عدد كبير من الشهداء والجرحى في صفوف المواطنين. نحن الآن نسمع صوت الطائرات الحربية الإسرائيلية والطائرات المسيرة في سماء مدينة رفح، وهذه الطائرات نذير شؤم وخوف لدى الناس كونها تقوم بعمليات اغتيال، وأيضا تقوم باستهداف أو تعطي إشارات للطائرات الحربية باستهداف الأماكن التي تود الإغارة عليها، أيضا ترصد كل ما يجول على هذه المدينة المكتظة بالنازحين والمهددة بالاجتياح من قبل الجيش الإسرائيلي. نعم. الآن هذه سيارة إسعاف يعني تغادر مجمع أو مستشفى الكويت التخصصي وتقوم بتحويل الإصابات إلى مستشفى أبو يوسف النجار، كونه المستشفى الحكومي الذي يعني سيقوم بإجراء لربما العمليات لهذه الحالة، لأن مستشفى الكويت التخصصي فقط يقدم الرعاية الأولية ومن ثم يقوم بتحويل الإصابات إلى مستشفى أبو يوسف النجار في مدينة رفح. وكما تحدثنا بأن مستشفى أبو يوسف النجار يتسع فقط لعشرات الأسرة، وأيضا هناك مئات الجرحى والمرضى يفترشون الأرض وداخل هذا المستشفى في ظل
نقص الأدوية والمستهلكات الطبية، وفي ظل أيضا نقص الأطقم المتخصصة في محافظة رفح كباقي محافظات قطاع غزة، هناك مناشدات من قبل وزارة الصحة الفلسطينية بضرورة يعني إدخال الأطقم الطبية المتخصصة إلى قطاع غزة، وإدخال أيضا وإنشاء العيادات الميدانية المتنقلة في جميع المحافظات من أجل إغاثة الناس وأيضا إسعاف الجرحى والمرضى وإنقاذ حياتهم. هناك أكثر من 11 ألف جريح بحاجة إلى العلاج خارج مشافي قطاع غزة، لأن مشافي قطاع غزة أصبحت مأوى للنازحين بعد قيام الجيش الإسرائيلي بقصفها، وقيام أيضا قوات الجيش باقتحامها ومحاصرتها، وأيضا العبث بمحتوياتها، وأيضا تجريف كل هذه ومحيط هذه المشافي، وبالتالي مشافي قطاع غزة أصبحت مأوى للنازحين وأصبحت خراب وهياكل من الحيطان، كما تتحدث وزارة الصحة الفلسطينية كونها خرجت عن الخدمة، ومن تبقى من هذه المشافي فقط لربما أعداد قليلة جدا، وخروج أكثر من 30 مستشفى عن الخدمة، إضافة إلى خروج العشرات من مراكز الرعاية الصحية عن الخدمة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على جميع محافظات قطاع غزة. اليوم يدخل العدوان الإسرائيلي أو في هذه الساعات اليوم السادس بعد 200 للعدوان الإسرائيلي على جميع محافظات قطاع غزة. يبدو إسرائيل يعني تقوم بعملياتها على الأرض، وكأنه لا يوجد هناك أي مفاوضات أو أي تبادل للمقترحات بشأن وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وهذا يأتي كما يتحدث المراقبون في سياق الضغط على ربما حركة حماس من أجل تقديم تنازلات في الصفقة المرتقبة لربما، أو في المحادثات المرتقبة من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة. الأمور ما تزال في تصاعد، هذه الليلة تصاعدت حدة الغارات الإسرائيلية كما تحدثت، هناك غارات على 4 منازل خلال ساعات المساء. المنزل الأول كان هناك استهداف لمنزل في حي البرازيل، استهدف منزلا مخلاة دون أن يوقع أي من الإصابات، ومن ثم أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على منزل لعائلة الخطيب، وأسفر ذلك عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجراح مختلفة. أيضا هناك غارة إسرائيلية كانت استهدفت منزل لعائلة أبو طه في منطقة الجوازات، وأسفرت عن استشهاد 4 مواطنين، وغارة رابعة أيضا استهدفت منزل لعائلة الخواجة في وسط مدينة رفح، وأسفرت عن استشهاد 5 مواطنين من بينهم أطفال ونساء وكبار في السن. هذه التطورات تأتي كلها في ظل تصاعد التهديد بالقيام بعملية عسكرية واسعة في مدينة رفح، لكن حتى الآن لربما ما يعيق هذا كله هو إجلاء المواطنين، ولا يعني يوجد متسع لإجلاء 1.5 مليون نازح ونازحة، وهذا لكن هناك تساؤلات فيما لو تم الدخول إلى مدينة رفح، هل ستكون العملية محدودة في المناطق الشرقية مثلا من مدينة رفح، أم ستكون في وسط مدينة رفح، أم ستجتاح أو سيجتاح الجيش الإسرائيلي كافة محافظة رفح من كافة الجهات، وبالتالي سيكون الوضع كارثي وسيوقع عدد كبير من الشهداء والجرحى في ظل بقاء النازحين ودخول الجيش الإسرائيلي. ستكون آليات الجيش الإسرائيلي تسير على أجساد المواطنين والنازحين. أشكرك، شكرا جزيلا لك أيمن أبو شنب مراسل الغد، كنت معنا من محافظة رفح جنوبي قطاع غزة، بالتأكيد سوف نتواصل معك كلما جد جديد. شكرا.